السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمينة للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة، وصفة شتوية وبنينة بامتياز. اليوم راح نديرو اللوبيا البيضاء بدون نقع، يعني بدون تشماغ، بلا ما نشمخوها، وبنكهة الدبارة. يعني نحس اللوبيا هذه جاية كالدبارة، يعني وصفة رائعة وبنينة. يعني من باب التغيير في وصفات اللوبيا نقدر نديروها اللوبيا العادية. راح نبداو في الوصفه مباشره على بركه الله. هنا عندي كميه من اللوبيا كما قلت لكم، هذه بلا ما تشمخ بلا نقع، يعني ما راحش نشمخوها. هنا كنت شللتها فقط من الغبره اللي تكون فيها، هذا ما كان. استعملوا الكميه اللي حبيتوا على حسب افراد العائله تاعكم. هنا حنجيبوا الطنجره عاديه ولا نجيبوا الكوكوت، هنا كما حبيتوا. حطيب لكم سواء درتوا طنجره ولا درتوا كوكوت، يعني اللي تفضلوها ديروها، ماشي لازم غير كوكوت باش تطيب. يعني حطيها في الطنجره نورمال راح تطيب لكم، عاديه راح تطيب لكم. هنا راح نحطوا اللوبيا تاعنا في الطنجره بهذه الطريقه. يعني هنا كما قلت لكم وصفه سهله وسريعه ووصفه رائعه وتجيكم بنينه ما شاء الله. هنا راح نضيفوا لها الماء حتى وين تتغطى اللوبيا فقط، يعني ما نكثروش كميه الماء، وين تتغطى اللوبيا فقط نتوقفوا، ما نضيفوش كميه كبيره من الماء. من جهه اخرى عندي زوج نواه تاع التمر، يعني زوج عظمات تاع التمر اللي يجيوا لداخل، هذو ما راح تسهل اللوبيا باش تطيب لنا. هذه هي السر باش اللوبيا تاعنا راح تسهل اللوبيا وتطيب وتجينا ذايبه الزبده. راح نضيفوا معها حوالي نصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات او ربع ملعقه صغيره، ما نكثروش خميره الحلويات، نديروا فقط رشه من خميره الحلويات راح تكون كافيه للوصفه هذه. هكذا راح نحطوها على نار متوسطه مده 10 دقائق، وهي على النار ومن بعد نطفيو عليها النار، نخليوها مده 10 دقائق على نار متوسطه. بعد ما فات 10 دقائق على الوصفه هذه كما راكم تشوفوا، من جهه اخرى الحين يعني شوفوا كيفاش اللوبيا تاعكم راح تولي. هذا هو شكل اللوبيا كيفاش راح تكون، حتحسوا هذا كي شغل دارت جلده من فوق، لكن حاجه عاديه للوبيا هذا. هكا حنخليوها تبرد. من جهه اخرى رايحين نسخنوا لها الماء، الماء لازم يكون سخون يغلي، يعني الماء ما يكونش دافي فقط، الماء كي نعاودوا نسخنوه لازم يكون سخون يغلي. هنا عندي كميه الماء من راح نحطها تسخن ونوليو باش نكملوا الوصفه كيف كيف. بعد ما سخن الماء راح نرجعها على النار. هنا كما راكم تشوفوا الماء راهو يغلي، حنرجع اللوبيا على النار ونقص لها للنار ونخليها حتى تطيب كليا. هنا تمرقوا كما نتوما حبيتوا الكميه اللي حبيتوها، لانه اللوبيا ديروا الكميه اللي حبيتوا، المهم اهم حاجه هي الطريقه. راح نديروها بطبيعه الحال الملح فقط. هكا حنقصوا لها النار ونخليوها حتى تطيب وتذوب لنا، يعني راح تذوب وتجي زبده، يعني تجي لوبيا ثقيله وعاقده وبنتها ما شاء الله. جربوا هذه الوصفه وراح تشوفوا الفرق في اللوبيا تاعكم في المذاق، يعني فقط من باب التنويع في وصفات اللوبيا، ماشي دائما ديروا نفس اللوبيا بنفس الطريقه. من جهه واحده اخرى راح نوجدوا لاصوص تاع اللوبيا هذه. عندي كميه من الطماطم حب، يعني حبات طماطم. هنا استعملت 3 حبات من الطماطم مع 3 فصوص من الثوم. هنا الكميه اللي حبيتوها تقدروا تديروها. هنا اللي ما عندوش البرا يقدر يستعمل السكرفاج، يعني فقط نسكرفجوا 3 طماطم والبصل. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. هنا إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش دعم القناة باللايك، وإذا حبيت وصفات أخرى من هذا القبيل وصفات شتوية بكتبوا لي فقط في التعليقات راح نبيه لكم كل الوصفات. هنا درت الطماطم والثوم، الطماطم حب والثوم والزيت، كمية قليلة فقط من الزيت حوالي 2 ملاعق كبيرة من الزيت. كما قلت لكم اللي ما عندوش البرا يقدر فقط يسكرفج الطماطم والثوم. راح نضيفوا ملعقه صغيره من الطماطم المصبره ونزيدوا نفتحوها مع الطماطم الحب والخليط الاول. عندي كميه من البهارات، عندي ملح، فلفل اسود، كمون، القليل من الفواح او راس الحانوت، القليل من الكركم، العكري او البابريكا، ولا تقدروا تضيفوا معه كذلك القزبر بودره، يعني الكزبره بودره تكون مرحيه، يعني البهارات نفس البهارات اللي نضيفوهم في الدوباره رايحين نديروهم في الوصفه هذه.
يعني قلت لكم راح تجيكم لوبيا بنكهة الدبارة، يعني مذاق تاعها تجي بنينة ما شاء الله. جربوها وراح تعرفوا المذاق اللي راح تتحصلوا عليه، يعني راح تجيكم وصفة بنينة ما شاء الله. يعني من الوصفات اللي نحب نديرهم في الشتاء، ونحب بزاف ندير اللوبيا بهذا الطريقه، يعني بما انه ندير اللوبيا العاديه بصح نحب اللوبيا هذه اللي تجيب نكهه الدوباره. هنا بعد ما طابت اللوبيا التانية راح نوجدوا صحن اللوبيا، يعني حبيت تستعملوا اي صحن حنوجدوا صحن اللوبيا. حتشوفوا اللوبيا كيفاش تجي طايبه، يعني شوفوا اللوبيا تاعكم تجي طايبه زبده، يعني تجي يعني كي شغل شمخناها من قبل. هنا راهي مازالها سخونه، يعني كما راكم تشوفوا راح تجي ذايبه، يعني تجي طايبه زبده. هنا راح نواسي اللوبيا تاعنا، نحط اللوبيا تاعنا في الصحن ونوجدوا صحن اللوبيا تاعنا بكل سهوله. يعني وصفة شتوية بامتياز، يعني وخاصة مع البرد اللي رانا فيه، يعني دايما نديروا اللوبيا بنفس الطريقة، نوعوا شوية نبدلوا شوية في وصفة اللوبيا. راح نجيبوا لاصوص اللي كنا درناها بالطماطم والثوم والبهارات. هنا كما قلت لكم البهارات تقدروا تستعملوا اي بهارات حبيتوا، ولا تستعملوا البهارات الخاصة بالدوبارة. هكذا راح تجيكم اللوبيا تاعكم ثاني خاثره كي ديروا فيها البهارات هذه، راح تزيد تولي الخلطه هذه راح تولي لكم خاثره، اللوبيا تاعكم راح تجيكم عاقده. من جهه اخرى عندي كميه من البسكوت قطعت ورقيق، مع كميه من الفلفل، وكميه من الحشيش ولا الدبشه. يعني هنايا لازم يكونوا كيما نعرفوا باللي اللوبيا ولا الدوباره لازم تكون فيها الرشه من فوق تاع البصل والفلفل الحار، يعني تقدروا تستغناو على الفلفل الحار، لكن الفلفل هذا ماشي حار يعني تماما، تقدروا تستغناو عليه اذا حبيتوا، ولا تديروا فلفل المرقد. يعني تجيكم لوبيا شوفوها، يعني تجي ما شاء الله، يعني شهيتكم في الجنه اللي شاهدتوا اللوبيا هذه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وجربوها وراح تجيكم ما شاء الله. راح نزيدوا عصره ليمون من فوق، يعني من اروع وصفات اللوبيا اللي تقدروا ديروها، يعني بلا متشماخ وبلا تعب وبلا ولا شيء، وصفه رائعه بامتياز. جربوها وراح تنجحوا فيها باذن الله. نتلاقاو حنايا في وصفات اخرى ان شاء الله، والى الملتقى. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس.